السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية إخواني ومتابعيني على قناتي في يوتيوب. زارنا أخونا عبد الوهاب الفيتوري من ليبيا، أحد كبار مربي الطيور الباجي والكناري في ليبيا. بحب أحكي لكم شغلة هيك إن شاء الله ينبسطوا أهل ليبيا، لأنه إحنا إلنا فترة بنحاول نبعث نسخ من الموسوعة الميسرة للكناري والموسوعة الميسرة للحسون على ليبيا ومش قادرين، وتكاليف الشحن كانت عالية جدا، ولكن هلأ الكتاب صار عند أخونا عبد الوهاب في ليبيا. أي حدا من أهل ليبيا بيقدر يتواصل مع أخونا عبد الوهاب ويحصل على نسخة. النسخ محدودة عشان تعرفوا الحمل، حمل النسخ في الطيران بكون بيسوي وزن كتير، فأنا حبعت معاه إن شاء الله كمية من النسخ ممتازة من الكتابين، الموسوعة الميسرة للكناري والموسوعة الميسرة للحسون. هاي كتب قيمة جدا لأهلنا في ليبيا، وإن شاء الله بكون سعرها بمتناول الجميع، ما حتكونش غالية يعني، وما حيكون سعرها محطوط عليه تكاليف شحن عالية، بس مجرد نقلها لهناك فقط، مش 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 هيك. وبنرحب طبعا في أخونا عبد الوهاب بالأردن، وبنقول له أهلا وسهلا فيك، ومن زمان أنا بعرفه من 6 سنوات على الإنترنت، أنا وياه على علاقة قوية، ولكن شاءت الظروف وزارنا الحمد لله في الفترة هاي. منرحب فيه ومنرحب في كل أهلنا في ليبيا، نتشرف فيهم إن شاء الله بصحلنا نزورهم في أقرب وقت ممكن. حبيبي بتحب تحكي كلمة أخي؟ حبيبي أبو سفيان، شكرا لك، شكرا لاستضافتك في محل القلعة، وكذا شكرا، تحية كبيرة للنشامة أهل الأردن على حسن استضافتهم. أول مرة، أول زيارة لي متعارف لمدة 6 سنوات، حبيت نتحصل على الموسوعة الميسرة للكناري، كتاب مهم جدا 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 لمربي الكناري وأيضا لمربي الحسون، وفي بعض الأشياء غير موجودة على الإنترنت، يعني كتاب خبرة أو عصارة شخص محترف في تربية الكناري وتربية الحسون، هو طبعا أبو سفيان. الكتاب أكثر من 250 صفحة، جلهم موجود على الانترنت، لكن في بعض الاشياء الخاصه بابو سفيان اكسبنسيف خاص به مش موجود على الانترنت، لكل مربيين الكناري والحسون في ليبيا، واللي حابين ياخذوا الكتاب هذا باذن الله بعد اسبوع حنكون متواجد على ارض الوطن باذن الله. الكميه محدوده جدا 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 وما فيهاش جمرك زايد، يعني بحق الكتاب زي ما في الاردن حقه في ليبيا باذن الله حيكون متوفر، والكميه محدوده جدا جدا جدا. نتمنى لكل مربيين الكناري والحسون في ليبيا الاطلاع على الموسوعة الميسرة للكناري والحسون والاستفادة، أقصى استفادة من هذا الكتاب الجيد والممتاز جدا جدا جدا. تحية كبيرة لأبو سفيان على المجهودات متاعه للرقي بتربية الطيور سواء كان في الأردن أو في العالم أجمع، وخاصة في ليبيا، وبإذن الله نوعدكم حتكون في جسر تواصل بيننا وبين أبو سفيان إذا كان الكتاب الجيرة واج كويس في ليبيا بإذن الله في دفعة تانية وثالثة ورابعة، لكن الدفعة الأولى حتكون بدون ضرائب أو بدون جمرك. ومشكورين جدا 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 على متابعتكم واهتمامكم بطيوركم، ورب يحفظكم ويبارك فيكم إن شاء الله. حبيبي أبو سفيان، أخونا عبد الوهاب نورت الأردن يا حبيبي، حبيب. وشرفتنا، وبنرحب فيك إحنا بالأردن، وأهلا وسهلا فيك، إن شاء الله بنزوركم في ليبيا في أقرب وقت ممكن. اللي بحب أحكي إنه في بعض الشغلات في الكتاب موجودة، زي مثلا قسم الجينات وعلم الوراثة وتركيب الطفرات تبع الحسون هلأ جديد، كلياته محلل وموجود في الكتاب، كمان أنواع الطيور، أنواع الطفرات هاي، الأمراض، التربية بشكل عام، أنواع طيور الكناري منها الصوت والشكل واللون، كل شيء، وطريقة التربية في مطار التزاوج الجماعية، وطريقة التربية بالأقفاص، كيفية التعامل مع الأمراض وكل أنواع الأمراض والوقاية منها والعلاج بالطب البيطري وبالأعشاب، كله موجود إن شاء الله في الموسوعة الميسرة للكناري والموسوعة الميسرة للحسون. كان معكم أخوكم يوسف حمدان أبو سفيان من الأردن، وأخونا عبد الوهاب الفيتوري من ليبيا. شكرا للاستماع وإلى اللقاء. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.